أهلا بكم أخوتي المشاهدين في حلقتنا الجديدة، والتي سنتحدث فيها عن ما هي الفترات التي يجب أن يراجع فيها المريض الذي عمل عملية ليزك لدى الطبيب. أولا، بعد عملية الليزك بنفس اليوم نعطي تعليمات كاملة لمرضانا أن يأخذوا القطرات، إذا كانت عن طريق رفع الشريحة قطرة الكورتيزون المضاد الحيوي ودمع العين الاصطناعي في اليوم الأول لكل ساعة لحتى فترة النوم، وبعد النوم لا داعي للقطرة حتى الصباح. عندما يفيق في الصباح في اليوم الثاني تبدأ القطرات بشكل 4 مرات في اليوم حتى مدة أسبوع، وبعد أسبوع نطلب من المريض المراجعة. بعد أن يأتي المريض بعد مدة أسبوع نتيجة المعاينة، إذا كانت كل الأمور جيدة والأمور كلها على ما يرام، نرفع الكورتيزون القوي ونخفف مادة الكورتيزون بقطرة أقل تأثيرا، ونرفع أيضا نقطع المضاد الحيوي ونبقى بمادة الكورتيزون الضعيفة لكي لا تتشكل خلايا جديدة تسبب في ارتجاع الدرجة ودمع العين الاصطناعي. ومادة الكورتيزون المخففة التي نعطيها بعد أسبوع ننصح باستعمالها لمدة شهر، والدمع العين الاصطناعي لمدة 3 شهور 4 مرات باليوم. وبعد شهر، بعد أن يأتي المريض إلى عندنا، أيضا ننتبه إلى شروط المعاينة، وأهم ما في هذا الأمر بعض مرضانا يكون لديهم احمرار، يكون لديهم وذمة، صداع وتقبيش في النظر، ومعظم هؤلاء المرضى بالمعاينة يظهر لدينا ارتفاع ضغط عين، يعني ماء أسود أو ما نسميه جلوكوما نتيجة مادة الكورتيزون. وإذا حصل ذلك فيا أما نقطع مادة الكورتيزون أو نستبدلها بمادة لما فيها كورتيزون، ويكون مراقبة المريض عن قرب وكثب. وبعد شهر، بعد قطع هذه القطرات والبقاء على دمع العين الاصطناعي، نطلب من المريض أن يراجعونا أيضا في نهاية الشهر الثالث. وبعد نهاية الشهر الثالث إن لم يكن داعي لذلك فنقطع كل القطرات المستعملة، ونطلب منه أيضا مراجعتنا في نهاية الشهر السادس إذا كان هناك تراجع في الدرجة أم لا. إذا كان هناك تراجع في الدرجة واضح وهذا قليل جدا، لا يتجاوز نسبة 1 أو 2% من عدد المرضى الذين يعملون عملية الليزك، وقد يكون التراجع بنسبة مئوية وليس كما كانت الدرجة سابقا بنسبة 10 أو 15 أو 20%. وهذا التراجع إذا حدث بنسبة 1 أو 2% من المرضى، إذا كانت الدرجة عالية فيمكن تصحيح النظر مرة ثانية، وإذا كانت الدرجة بسيطة زائد ناقص 0.50 فما دون فلا داعي للتصحيح. وهذا ما يعمله كل المرضى الذين لا يستعملون النظارات، يعني عندما نرى شخصا لا يستعمل نظارات لا يعني هذا ذلك أن درجته صفر، وإنما لديه زائد ناقص 0.50 فما دون، ومن بين الناس الذين لا يستعملون النظارات ولا داعي لاستعمالها. طبيعي هنا النتائج، كيف يكون نسبة النجاح في النتيجة للمرضى الذين يعملون الليزك، وما هي الأسباب الفشل؟ هناك في عدة أمور وفي عدة مخالطات في الموضوع. أولا، أهم ما لدينا 3 شغلات: تجربة الطبيب، حداثة الجهاز وتقنيته، واستماع المريض لتعليمات الطبيب. هناك أجهزة حديثة تقنية، أنا أرى في بعض الإعلانات يتحدثون عن جهاز وهو تقنية 95، بينما هناك أجهزة حديثة عن تقنيات 2020. أيضا لدى الطبيب إن لم يكن لديه تجربة وإن كان الجهاز حديثا فلا جدوى لهذا الموضوع، لأنه حسب معاينة المريض وتحديد الدرجة ودقته في الأمر، الجهاز مادة أو عبارة عن ماكينة أوتوماتيكية كما تبرمجها تعمل. والموضوع الثالث، بعد هذان الأمران استماع المريض لتعليمات الطبيب، نعاني الكثير من بعض المرضى
يعني بيكون في اليوم الثاني واللي هو أهم شيء للعلاج بعد الليزك، يكون المريض ما أخذ قطراته تركن اليوم الثاني، أو يناموا بكير وينسوا قطراتهم، أو يجينا المريض بيقولنا أنه خلال يومين ثلاثة، قبل يومين ثلاثة خلص عندي الدواء لسه جديد، وهذا الأمر غير مقبول. إن لم يستمع المريض لتعليمات الطبيب ويكمل علاجه، فراح يكون في النتيجة بشكل عام تراجع بالدرجة وبنسبة مئوية واضحة. نسبة نجاح بشكل عام الليزك لدى المرضى إذا كان الجهاز حديثا والتقنية حديثة والطبيب لديه خبرة عالية واستماع المريض لأمور الطبيب واستعمال دوائه بشكل كامل، ألا تقل نسبة النجاح عن 98%. وإن لم يكن هذه الشروط متوفرة طبيعي ستكون نسبة النجاح أدنى بكثير من هذا الأمر. شكرا لكم أخوتي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة الأخيرة.